تفتكر هتبيع؟ هتفلح. هتفلح. هاي انا رنا رئيس والنهارده هعمل حاجات عمري ما عملتها قبل كده قدام الكاميرا. انا دلوقتي نزلت ستوري عندي على انستغرام وسالت الناس ايه الحاجات اللي نفسهم تتحقق السنه الجايه، وقلت لهم اكوردنج للبرج بتاعهم هقول لهم هتتحقق ولا لا. انا فرحي السنه الجايه وطول عمري من وانا صغيره نفسي ادخل الفرح بهليكوبتر، وانا برج العذراء. ليه هليكوبتر؟ ليه ماما؟ ننزل الستاندرز بتاعتنا لتحت شويه عشان نعرف نتجوز ونخلص بقى ولا ايه؟ دي حاجه غريبه قوي دي. انا جوزي طلقني 3 مرات واضطريت اتجوز محلل ورجعنا لبعض، طلقني تاني. تفتكري هنفضل مع بعض مدى الحياه ولا لا؟ انا برج العرب وهو برج الثور. هو شايف ان انتي مهزقه. ايه قنبله هتنزل عليكوا عشان تصدقي ولا ايه؟ برج الثور وبرج العقرب من اكتر الابراج العناديين، من اكتر الابراج اللي بيحبوا ينتقموا، يعني هتفضلوا تولعوا في بعض مدى الحياه. خافي على نفسك، بيتقطعوا الايام دي. انا برج القوس، البدايه مبشره. انا الكيكه الاسفنجيه بتهبط مني في الفرن. تفتكري السنه الجايه في امل انها تنفش وتبقى عامله زي بتاعت بره؟ برج القوس بيعرف يعمل اي حاجه عشان انا برج القوس هتنفش. انا نفسي اتخن 120 كيلو السنه الجايه، فهل برجي هيساعدني في الموضوع ده ولا لا؟ 120 كيلو ايه؟ دي كل كام كيلو اصلا عشان تتخني 120 كيلو؟ ليه؟ او تقريبا الزيرو جت غلط وهي مش 120 خالص وتبقى 12. يعني انتوا كده كجوزاء كل يوم برايي، فانت ممكن تصحي تاني يوم شايفه ان ال 120 كيلو دول انت مش عايزه تتخنيهم، عايزه تخسيهم عادي جدا يعني. انا برج الميزان. انا كل ما الراجل بتاع الدليفري بتاع الاونلاين شوبينج يخبط على الباب بيجي لي دوخه غمت نفس. تفتكري في امل السنه الجايه الموضوع ده يتحل؟ نفس غمه النفس اللي بتجيلك دي بالظبط بتجيلي على الاقل كل يومين ثلاثه في البيت، بيجيلي بقى بعدها على طول شبشب طاير يمين شمال. برجك بيقول ان على الصعيد المهني انت محتاجه فلوس، فلو الفلوس دي جت مشاكلك كلها هتتحل. انا رحت 112 فرح في 2021 على امل اني الاقي عريس، وعندي الفرح ال 113 يوم راس السنه، بس صحابي عاملين سليب اوفر متفقين يتفرجوا على الحقيقه والسراب. تفتكري اجرب حظي واروح الفرح ال 113 ولا اروح الخروجه؟ بالمناسبه انا برج ده. ثانيه واحده، 112 فرح يعني دي كل يومين كان بيبقى عندك فرح؟ جبتي القدره دي منين؟ لما بيبقى عندنا 3 افراح في السنه بنقعد نحضر لهم كتير، كده كده العريس هيطفش شبك في كل الافراح. انا شايفه ان انت تروحي السليب اوفر بس ما تتفرجوش على الحياه والسراب، بتفرجوا على موضوع عادي عشان انا فيه. بمناسبة بقى ان النيو يير قرب، عايزين نعمل كده بوكيه ورد حلو كده للاكس، يعني ان الناس بتهدي بعض بهدايا وكده، فالمفروض ان انا اعمل ابشع بوكيه ورد ممكن يحصل في الحياه. ريبن اسود، كله اسود في اسود. انا ممكن ابتدي بالسان فلاورز برضه عشان انا بحبهم. نحط بقى مع الاصفر معروف احمر، نزود بقى، نزود كتير قوي. انا اصلا عندي فكر كده معين ان الاكس مش حاجه وحشه، ممكن نبقى اصحاب. في اكسات بشعه ممكن نحط لهم اخضر عادي. لا مش هعمل ده. زود ورد كتير، حاجات مش لايقه مع بعض كده كتيره قوي. نعمل حاجات كده ايه كلها ملخبطه كده، زي شخصيته الملخبطه كده المودي. ممكن نزود بينك عشان هو ما بيحبش اللون البينك. ايه اللون اللي ما بيحبوش؟ زودي وكتري منه، تبقى حاجه كده ايه تبسطه زي ما كان بيبسطك كده كل النيو يير كده، الخناقه اللي قبل النيو يير. بمناسبه ان انا اكتر حاجه البارتنر بتاعي بيتضايق مني فيها ان انا همجيه، فاحنا ممكن بقى ايه نعمل حاجات همجيه جدا. احنا نحط له الورد كله. دلوقتي بقى هنخش في مرحله هنلف العك ده ازاي. هنلفه بطريقه اكيد همجيه عشان تبقى لايقه معاه. من اكتر الصفات اللي انا بكرهها في اي بارتنر هو يبقى مثلا خيل في مشاعره، بارد، تبقى عايز تلف عليه بتاع ده على رقبته كده بالظبط، تبقى حاجه فله. احلى حاجه بقى في بوكيه الورد ده ان الورد الاحمر بشوكه، اي ورد دقان، ورد ريحته وحشه، كل واحد ياخد اللي يستحقه. هابي نيو يير. دلوقتي انا معايا عمر توبجي، والمفروض ان احنا نعمل كيكه عشان نيو ييرز ايف. هنعك يلا بينا نعمل كيك. بس على فكره هم مش عايزين الكيكه العاديه دي، هم عايزين الكيكه اللي هي التلات ادوار بتاعه الافراح. برج نعمله دلوقتي. المفروض يبقى فيه كوبايتين دقيق وتقريبا كوبايه لبن. طب ما انا ممكن اساعدك بطريقه ثانيه بقى. ممكن نجيب الكتاب ده، هو بي سي ده، هنعمل بيه ايه بقى ان شاء الله؟ يعني هنطلع منه بقى اي حاجه نفتكس بيها. على فكره انا بعرف اعمل كيك كويس جدا. طب يلا هاتي بقى ده. استنى مش لازم تحط كوبايتين دي، هسيب لك انت البيض. رشه بيكنج باودر. ماشي. دي رشه؟ دي معلقه. مش انت بقى اكبر. يا جماعه على فكره انا بطبخ خيال جدا. حط سكر. بكسر البيضه. بص انا شايف ان انا كده لحد هنا تمام وممكن امشي. رشه فانيلا بقى، عايزين الشاف اللي جواك يخرج. ان احنا بقى ايه حلقه وحركات. يا نهار عك. طب استنى بصي بقى التقريبه دي، احنا نسينا حاجه مهمه قوي. ايه؟ الزبده. زبده في الاخر. انت شكلك بتفتح والله. ده ده كتير كده. انا عايز تليفون اكلم ماما. هي بتطلع بقليل. انا حاسس ان هي جايه حلوه حلاوه. مش حاسه ان هي صايصه شويه؟ صايصه؟
صيصة؟ ايه احط ايه؟ ما هو بيكنج باودر هتنفش اكتر. ما احنا عايزينها تنفش عشان تبقى كبيره. حطيهم كلهم وخلاص. صح. انت بتبوظ لي الكيكه بتاعتي على فكره. حاجه مهمه جدا عشان تنفش بالطول بنحط زيت. هنقعد بقى ايه نقلبها بقى. قول عياط. تعرف يا عمر ان احنا دلوقتي هنعيد كل اللي احنا عملناه ده مرتين كمان؟ انت متاكده ان احنا هنعرف نعيد اللي احنا عملناه ده مره واتنين تانيين؟ هوا ولا ما اتحرقتش ما لزقتش ما نفشتش كده بره الصينيه ما خيشتش. انتوا اكيد واثقين فيا ان انا اللي عملت دي. هنبدا نعمل ديكوريشن دول باسود ولا جولد؟ حاسس بقى عشان تبقى كده سنه لذيذه كدا. اسود. لا ليه انا شايفه ان هي لذيذه يا اسود. انا كمان حتى دي فاشلين فيها. هو ده. بص احنا هنحطهم اي كلام بقى لو سمحت. ما تبوظش الكيك بتاعك. والله ما ببوظش. القلب يا القلب والاثنين تفتكر هتبيع؟ هتفلح. بص الحركه دي هنزود القلب ده. القلب ده مش لازم يكون الحبيب، ممكن يبقى للصديق للصديقه. ودلوقتي ماي فيفرت بوينت الناحيه اصلا. لا الناحيه الثانيه. ايه ما استخدمتهاش قبل كده في عيد ميلادك؟ خليها وراها. بص هنا عشان تبقى بعيده عني عشان بخاف منها. انفخ بقى. هابي نيو يير يا جماعه. كل سنه طيبين. اعملوا لايك للفيديو ده واعملوا سبسكرايب لبنش سيركل على يوتيوب واكتبوا في الكومنتس عايزين تشوفوا مين قاعد على الكرسي ده الحلقه الجايه.